في الحقيقة هناك ردود أفعال كثيرة على الانتخابات العراقية ونتائج الأولية للانتخابات بالنسبة لأروقة السياسة الأمريكية هنا في الولايات المتحدة. هنالك من يرى أن مخرجات العملية الانتخابية قد تكون بصالح المنطقة، كما هو معروف أن العراق يتمتع بموقع استراتيجي ومهم وأرضية مهمة للولايات المتحدة، فإنها تنظر باهتمام كبير إلى مخرجات العملية الانتخابية. الخارجية الأمريكية في وقت سابق أصدرت بيان تستهجن به التهديدات التي تعرضت لها المفوضية وموظفين المفوضية، وتدعو الخاسرين أو الفائزين بمقاعد قليلة إلى قبول النتائج مهما كانت نوعها، لأنها عملية ديمقراطية وقد مشت بسلاسة كبيرة.